دلوقتي هنشوف معاكم تفاصيل اهم الاخبار اللي اتنشرت عن النادي الاهلي في الصحافه. هنبتدي مع الاهرام اللي قالت ان حاله الهدوء والاستقرار رجعت للنادي الاهلي مره ثانيه بعد الفوز على المصري في بورسعيد 2-0 في الدوري، وده بعد الفتره الصعبه اللي عاشها الفريق بعد الخساره من بيراميدز الاسبوع اللي فات. وبالفوز المهم ده على المصري رفع النادي الاهلي رصيده ل 61 نقطه، بيحتل بيها الفريق المركز الثاني بعد بيراميدز اللي عنده 63 نقطه، لكن طبعا بيراميدز لعب ماتشين زياده عن النادي الاهلي زي ما احنا عارفين. قال كمان مارتين لاسارتي بعد الفوز على المصري سباق الدوري وتحقيق اللقب لسه طويل وما انتهاش، والفوز في مباراه المصري جت في مرحله مهمه رجعت الهدوء للفريق، وده هيخلينا نشتغل الفتره اللي جايه بحاله من الاستقرار والهدوء عشان نوصل للهدف، وهو طبعا اكيد تحقيق اللقب. قال لاسارتي كمان ان النادي الاهلي ما كانش يستحق الخساره من بيراميدز، والفريق قدم مباراه قويه وكان الافضل والاخطر، ولكن التوفيق غاب عن النادي الاهلي. اما صالح جمعه لاعب وسط الفريق فصرح للمقربين ليه بعد المباراه مباراه المصري بورسعيدي، قال ان اشارته للمدرجات بعد هدفه في المصري كانت موجهه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي شخصيا، لانه كان وعد رئيس النادي الاهلي بالالتزام التام واستعاده مستواه، وده طبعا في جلسه خاصه كانت معاه من 5 شهور تقريبا، وبالتحديد قبل ما يتم تأييد اللاعب في قائمه النادي الاهلي في نوفمبر اللي فات. قال صالح ان كابتن محمود الخطيب قال له انه من افضل اللعيبه اللي في مصر ومش ناقصه غير الالتزام وهيكون في مكان تاني خالص، وان اشارته للكابتن محمود الخطيب كانت عشان ياكد على انه على العهد وانه ملتزم جدا بوعوده الكابتن محمود الخطيب. كمان اخبار اليوم قالت ان اكدت على اللي قالته برضو الاهرام، وقالت ان سادت حاله من الارتياح ومن الاستقرار جوه النادي الاهلي بعد نجاح المارد الاحمر انه يتخطى عقبه المصري بورسعيدي وتقدمه للمركز الثاني بفرق نقطتين عن بيراميدز المتصدر واللي لعب مباراتين اكتر من النادي الاهلي، وادى الجهاز الفني طبعا راحه للعيبه امبارح يوم الجمعه، وهيستأنفوا باذن الله النهارده الاستعداد لمباراه طلائع الجيش والمقرر ليها باذن الله يوم الاربعاء اللي جاي على ملعب الماكس في اسكندريه. بيحاول الجهاز الفني في التدريبات تجهيز المصابين للمرحله اللي جايه، وبالاخص وليد سليمان اللي اصبح جاهز وشارك كمان في التدريبات الجماعيه. واكد الجهاز الطبي ان لاعب خلاص جاهز بنسبه 100%. كمان شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي اللي من المقرر ان هو يبدا النهارده المشاركه تدريجيا في التدريبات الجماعيه بعد شفائه من اصابته بتمزق في عضله السمانه. اما بالنسبه لمحمد هاني فهيخضع لفحص طبي النهارده عشان يحدد على الحق مباراه الجيش من عدمها. كمان اجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي اتصال هاتفي يوم الجمعه بكريم ندود لاعب وسط الفريق المتواجد دلوقتي في المانيا، وقال مدير الكوره ان اللاعب عمل خلاص عمليه غضروف الركبه يوم الخميس اللي فات بنجاح، ويخوض مرحله اولى من التاهيل والعلاج الطبيعي قبل ما يرجع مره ثانيه للقاهره. كمان اكد مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي ان المرحله اللي جايه محتاجه تكاتف الكل، وقال كمان انه حاسس بحماس وبروح اللعيبه في النادي الاهلي وفي رغبتهم طبعا في تحقيق الانتصارات وفي اسعاد الجمهور، وده طبعا هيكون حافز كبير جدا عشان نقدروا ان هم يحققوا اللقب. وكمان اشاد لاسارتي بمستوى اللعيبه لعيبه النادي الاهلي خلال مباراه يوم الخميس، وقال ان هم ظهروا بمستوى كويس جدا مستوى عالي، وده اللي اكيد كان السبب في فوزهم بالمباراه، وقال ان الفوز حقق مكاسب كتير جدا غير ال3 نقط، وكان اهمها طبعا المستوى الرائع اللي ظهر بيه صالح جمعه والدور الكبير اللي بيقدمه مع الفريق، وان المرحله اللي جايه هتكون مرحله مهمه جدا وهيكون ليه دور برده اكبر مع استمراره في تقديم مستواه الجيد. كمان تألق برده علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي، قدم طبعا مستوى رائع جدا برغم طول فتره غيابه عن الملاعب، الا انه تألق ونجح في كل الاختبارات اللي مرت عليه في المباراه وحافظ برده على نظافه شباكه. كمان في الجمهورية كان الكلام في نفس الإطار، قالت إن الفوز اللي حققه النادي الأهلي على المصري بورسعيدي بهدفين نظيفين حقق طبعا مكاسب كتير جدا خصوصا للعيبة، وأبرزها قيام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بالإفراج عن المستحقات اللي تم تجميدها بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بهدف نظيف. أجرى كمان الخطيب اتصال بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بلغه بإلغاء القرار وإعادة صرف مستحقات اللعيبة بشكل منتظم كمكافأة ليهم على عودتهم مرة تانية للانتصارات، وكمان لتحفيزهم عشان يواصلوا مشوار التتويج بلقب الدوري. اما المكاسب بقى الثانيه اللي حققها الفريق هي استعاده اللعيبه للثقه اللي فقدوها في الفتره الاخيره، بالاضافه لظهور اكثر من لاعب بعد فتره غياب طويله بمستوى كويس جدا منهم علي لطفي، والاستعاد طبعا الكثير من ثقته في نفسه، بالاضافه طبعا لمشاركه باسم علي ورامي ربيعه بعد غياب طويل وصلاح محسن، بالاضافه برضو للاطمئنان على شفاء رمضان صبحي.
في جريدة المساء قالت ان لاسارتي استغل الحالة المعنوية العالية للعيبة لعيبة النادي الاهلي بعد ما فازوا على المصري بورسعيدي، وقال لهم ان الرجوع لصدارة الدوري والوصول لتحقيق لقب البطولة والحفاظ على درع الدوري في القلعة الحمراء مش هيكون الا باستمرار التركيز والتحلي بروح البطل اللي ظهرت في مباراة المصري بورسعيدي، وان استمرار الحالة دي في المباراة اللي جاية قدام طلائع الجيش يوم الاربعاء ان شاء الله هيكون بالتأكيد نتيجته هو الفوز والاستمرار في الطريق الصحيح، واللي هيكون بالتأكيد اخره ان شاء الله تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز. قال لاسارتي ان مباراه الطلائع هتشهد عوده لعيبه اساسيين للتشكيل زي السوليه وزي مروان محسن وحسين الشحات، بالاضافه لرجوع برضو وليد سليمان للمشاركه في المباريات، واللي بالتاكيد هيكون اضافه قويه جدا للفريق. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.